احنا كنا قبل المتر اخر حاجه في المره ان احنا اتكلمنا على البارامترز، وقلنا البارامترز دي طريقه من طرق عرض البيانات. احنا اول حاجه جمعنا البيانات وعملنا لها اناليسيس نعرفها بقى كذا طريقه. عرضنا الاول حاجه بالبارامترز اللي هي ايه، اللي هي لو كانت الداتا دي كواليتيتيف استخدمنا ريشيو بروبورشن، لو كانت كوانتيتيف استخدمنا ميجر طب ايه تاني طرق عرض البيانات؟ عندنا حاجه اسمها جراف، حاجه اسمها تيبل. يعني ممكن نعرض بياناتنا دي على شكل جداول او على شكل جرافس. نبدا واحده واحده فيهم كده ونشوف كل واحده منهم عباره عن ايه. بالنسبه للتيبل وبالنسبه للجرافس برضه في حاجات، في انواع من الجرافس تنفع للكوانتيتيف بارامترز وفي انواع تنفع للكواليتيف. ادي جراف. وبرضه بالنسبه للتيبل في حاجه اسمها سبريد شيت وفي حاجه اسمها سيمبل تيبل، في انواع منها للكوانتيتيف وانواع للكوانتيتيف، وبعد كده في حاجه اسمها كروس تابيليشن. هنشوف كل واحد من دول يعني ايه وبيتعمل ازاي. اول نوع من التيبل هو ابسط نوع اسمه سيمبل تيبل او سبريد شيت. ايه السبريد شيت ده؟ ده جزء من يعني لو بصيتوا على كل حد مننا لو بص على اللابتوب او على الكمبيوتر بتاعه هيلاقي اكسل شيت. كم حد مننا شاف الاكسل شيت او اشتغل عليه؟ كلنا شايفين الاكسل شيت صح؟ طب وظيفه الاكسل شيت دلوقتي لو احنا بصينا دلوقتي ده بيقول لنا ايه هنا؟ بيقول لنا ده سبريد شيت اوف اي ميديكال ستودنت كانوا في ستاتستكس كورس. لو احنا بصينا في السبريد شيت ده يا دكاتره مع ان هم 18 بس، هل هو انفورماتيف؟ اقدر مثلا اقول لكم يا دكاتره قولوا لي قد ايه من الميل نجحوا؟ ممكن نوصل السبريد شيت اعرف مع ان دول 18، سهل ان انا اقول قد ايه من الميل نجحوا؟ سهل ولا مش سهل؟ حد يقول سهل او صعب؟ انا مش عارف. ها؟ صعب طبعا، مش هو مش انفورماتيف. هو السبريد شيت مش وظيفته ان هو يديني انفورميشن، السبريد شيت وظيفته ان انا اجمع فيه الداتا. يعني اول خطوه بعد ما اجمع بياناتي، انا رحت جمعت بيانات، بعمل داتا انتري، الداتا انتري ده بحطها في السبريد شيت. بس هو مش انفورماتيف، هو جمعت فيه بس. تقدر برضه ببصه كده اقول قد ايه كان ميل؟ قد ايه كانوا ميل؟ لا طبعا هنقعد نعد بتاع دول 18، فما بالك بقى لو كانت هيوج داتا كانت 1000 ولا 3000 ولا مليون. فهو وظيفته ايه؟ وظيفته جمع البيانات. انا بشبهه بالباسكت، انا دلوقتي بجمع حاجه احطها في الباسكت. لسه انا عايزه اعمل لها سورتنج واعمل لها برزنتيشن بالانواع الاخرى من التيبلز. يبقى اول نوع من التيبلز هو السبريد شيت ووظيفته ايه؟ وظيفته جمع البيانات. طيب يلا نيجي على النوع الثاني. النوع الثاني من التيبلز اسمه سيمبل تيبل. يعني ايه سيمبل تيبل؟ يعني تيبل بيوريني فاريبل واحد بس. السيمبل تيبلز في نوع ينفع للكواليتيتيف داتا ونوع للكوانتيتيف داتا. طب ازاي سيمبل تيبل في الكواليتيتيف داتا؟ بيورينا بيرسنت مثلا بيرسنت ديستريبيوشن اوف ستادد سامبل باي تكست. ازاي؟ ادي عندنا عينه اهو، عندنا 10 4 ميل و6 فيميل. فبيعرض لي ايه؟ بيعرض لي فاريبل واحد بيحطه هنا على التيبل اهو، وبعد كده يحط لي نمبر والخانه الاخيره برسنتج. ما ينفعش احط نمبرز بس، لازم احط نمبر وبرسنتج واحط في الاخر توتال. يبقى ده سيمبل تيبل. اسمه سيمبل ليه؟ عشان بيوريني 1 فاريبل. ال 1 فاريبل هنا هو النوع ده كان اقول خلاص، واحط بعدها التوتالز والايه والبرسنتج. طيب لو كانت الداتا كوانتيتيف زي ايج مثلا اهو، دي التيبل ده برضه سيمبل تيبل بيوريني حاجه كويري بيقول لها هو الايدج قد ايه دول اطفال؟ قد ايه من الاطفال كان عمرهم 5 سنين؟ 3 اطفال واحط البرسنتج. هما التوتال كانوا 100 طفل. طب قد ايه؟ لا 20 طفل، التوتال كانوا 20 طفل. قد ايه من الاطفال عندهم سنتين؟ كانوا 8 اطفال واحط البرسنتج. قد ايه كان عندهم 3؟ واحط البرسنتج. قد ايه عمرهم 3؟ قد ايه عمرهم 4؟ وهكذا. فدي سيمبل تيبل. تبقى انذر اكزامبل سيمبل تيبل، بس بس كده احنا بنستخدم ايه؟ اني نوع من الفاريبل؟ كوانتيتيف. ماشي؟ نيجي بعد كده النوع الثاني من التيبل اسمه كونتنجنسي تيبل. ايوه ده سؤال يا دكتور؟ مش سامعة كويس. بنحسب البرسنتج ازاي؟ بتجيب دلوقتي هما 3 على التوتال، 3 على 20%. ماشي؟
انت عايز البرسنت بتاع دول اللي عندهم سنتين كام؟ واحد دول 8 8 على التوتال 20% تطلع نعم؟ زيها في المعلومات. طيب يلا نشوف بقى دلوقتي الكونتنجنت تيبل اللي هو فيه تو فاريبلز. زي المثال ده دلوقتي احنا التيبل ده بيورينا اثنين فاريبلز. ناس عندهم سكر او ما عندهمش دايبتكس ونون دايبتكس وناس نورمال ويت او اوبيس يعني وزنهم طبيعي او وزنهم زايد. اوبيس يعني فخام. طيب لما ابص بصه للتيبل ده اقدر اسالهم يا دكاتره قولوا لي كام الناس اللي كانوا اوبيس كانوا دايبتكس؟ 36 كانوا اوبيس او كانوا دايبتكس يبقى 36 بنظره واحده اقدر اعرف اخد انفورميشن على تو فاريبلز من تيبل. فعشان كده ده اسمه كونتنجنسي تيبل لان في مور ذان وان فاريبل وهو انفورماتيف مش زي السبريد شيت خالص. طيب قد ايه من الناس اللي كانوا نورمال ويت كانوا نان دايبتكس؟ 44 وهكذا. وطبعا ايه ادي التوتال وطبعا يفضل اللي يكون فيه خمس برسنتج كام. ماشي يا دكاتره؟ احنا لحد دلوقتي قلنا سيمبل تيبل قلنا اول حاجه سبريد شيت اللي هو بس بجمع فيه البيانات ومش انفورماتيف لكن وظيفته جمع البيانات. ثاني حاجه سيمبل تيبل اللي هو فيه وان فاريبل. ثالث حاجه والسيمبل تيبل ده ممكن يكون للكواليتيف فاريبلز ممكن يكون للكوانتيتيف فاريبلز. ثالث نوع اللي هو اسمه كونتنشنسي تيبل بيكون ايه؟ بيكون فيه تو فاريبلز او اكثر. طيب يلا نشوف الفريكونسي تيبل ده عباره عن ايه؟ ده شبه اللي احنا قلناه بالظبط. فريكونسي تيبل ده الديزاين فريكونسي ديستريبيوشن للكاتيجوريكال فاريبلز. كاتيجوريكال هي كواليتيف. The frequency counts for responses in each category are simply counts. ازاي؟ دلوقتي انا عايز اعمل frequency table، عايز اشوف عدد الناس اللي فيه بنختار variable واحد. هنا الفاريبل المثال ده لون العربيه. كم من الناس اللي قاعده جوه لون عربيتهم حمراء؟ كم من الناس لون عربيتهم كم خضراء كم مكان؟ فبنروح الاول عاملين علامات يعني فاكرين ده التالي مارك دي او وات ايفر يعني الرقم فطلع هنا 11 طلع هنا 5 8 عندهم جرين 4 وروح بقى لما الخانه الثانيه الفريكونسي تيبل خانه يكون فيها البرسنتج لا انا بحط خانه برسنتج يبقى ده فريكونسي تيبل. فريكونسي يعني ايه؟ مين اللي بيتكلم يا في سؤال هنا؟ انتوا عارفين طبعا ان ده مش مكان للراجل خالص وعايزاكم تركزوا كويس قوي في الحاجات دي لان احنا اللي فات كله اللي هو البارامترز واللي جاي كله هيستخدم في الاساينمنت. الاساينمنت اللي في الاخر ده اللي هو الصفحتين اللي في الاخر يعتمد اساسا على اللي خدناه واللي عملناه دلوقتي وكل حته هنعمل هوريكم ازاي بيتعمل علشان ساعه الاساينمنت ده عليه 10 درجات ومش عايزاكم تخسروا الدرجات علشان خاطر انتم بس ايه ما ركزتوش ازاي يتعمل وحد يروح عامل اي حاجه ونقل من زميله ويطلع الاساينمنت شكله عجيب جدا وكل حاجه حته منه شكل لان هو ناقل ومش عارف حتى يقرا صح ومحدش يفتكر ان هو ما دام سلم الاساينمنت هياخد 10 من 10. انا بقرا كل واحد عشان كده باخد وقت طويل جدا وعينيك وجعني ورقبتي بتوجعني كله بس انا عشان ابقى فين لازم بقرا كل حاجه وهقول لكم الاخطاء اللي بيقع فيها الناس اللي بتنقل عشان يبطلوا ينقلوا والموضوع مش مستاهل كده خالص الموضوع سهل جدا بس عايز مجرد تركيز منك. يبقى دي ايه الفريكونسي تيبل عرفنا بنجيبه ازاي؟ بنشوف العدد ونحط الفريكونسي وبعد كده نحط البرسنتج. طيب لما تكون الداتا نيوميريكال، نيوميريكال يعني رقميه هنعمل ايه؟ هنقسمها على شكل انترفلز. يعني دلوقتي عندنا مثلا ايج جروب دول عندنا 10 اشخاص وعندنا ايج جروبس او فنقسمهم لكاتيجوريز. نقول مثلا المجموعه الاولى من 25 الى اقل من 30، المجموعه الثانيه من 30 الى اقل من 35، الثالثه من 35 اقل من 40، 40 اقل من 45، 45 الى ليه انا بسيب الانترفلز مفتوحه؟ انا قسمت الايدج جروبس كده ليه الاول؟ لو انا حطيتهم تحت بعض هيبقى زي السبريد شيت مش هاخد انفورميشن كافيه تبقى عليا ايه اقعد ابص في قد ايه وعمره قد ايه انما لما بعملها فئات عمريه كده بيسهل لي شويه بيخليني ابقى ايه اخد فكره كويسه عن الاعمار او على الفاريبل اللي انا بدور عليه. دلوقتي عندنا مثلا هنا من 25 الى في اثنين عندهم عمرهم من 25 الى اقل من 30 وراح جايب البرسنت من 30 الى في 4 يبقى 40%. قولوا لي يا دكاتره انا بسال سؤال ليه سايبه الانترفلز مفتوحه مش قافلها مش ليه مش حاطه 25 ل 30 هنا؟ وبعدين 30 ل 35 صح
صحيح؟ لو انا حطيت هنا من 25 ل 30 وحد بعد 30 سنه هحطه في الخانه الاولى ولا في الخانه الثانيه؟ ما ينفعش يبقى فيه اوفرلاب. يعني الخانه الاولى دي الانترفال الاولانيه بيكون فيها ايه؟ كل ما هو عمر كل من هو عمره 25 الى اقل من 30. اللي عمره 30 واقل من 35 يبقى هنا. فما ينفعش في الانترفال يكون فيه اوفرلاب. اوفرلاب يعني ايه؟ يعني احطه مرتين. يبقى انا لازم اسيب الانترفالز مفتوحه تو افويد اوفرلاب اوف دي اوف دي اوفرلابنج دي الجاي. خلاص عرفنا نروح حاطين الفريكونسي او النمبر هنا وبعد كده نجيب البرسنتج. دي طريقه الفريكونسي كده. اتفضل يا دكتور. بس تعالى شوفك عشان مدرب. خليها من 25 ل 30 واللي تحتيها من 31 ل 30. ده سؤال جميل جدا. لازم الشرط الثاني من الانترفالز يبقى اول حاجه هنتابعها فوق. ثاني حاجه لازم يكون في ايكوال انترفالز. ما ينفعش ان انا الاولانيه من 25 لمثلا ل 28 والثانيه من 30 ل 40 والثانيه من 35. لازم يكون الانترفالز متساويه. مش ده سؤال؟ لازم يكونوا متساويين. ما ينفعش ان انا احط انترفالز مختلفه. الواحده من 125 ل 35 مثلا ودي من 40 ل 42. لا، لازم يكون انترفالز متساويه. ولازم كمان شرط كمان ان يكون ما فيش انترفال فيها زيرو فريكونسي. لو انا عندي هنا زيرو انا ما فيش داعي ان انا احط سطر زياده من غير لازمه. وخاصه ان انا لما بنشر يعني مثلا لما بس تمشوا شويه كده في العلم بقى وتتوحوا بقى وتعملوا بيبرز تنشروها في جورنالز عالميه. لما تيجي تبعت البيبر بتاعتك لجورنال هيقول لك مثلا انا عايز مساحه قد كده. الجدول بتاعك لازم فيه مواصفات معينه هنتعلمها دلوقتي. ما نحطش المساحه بتاعت البيبر بتاعتك اللي هتنشرها في جورنال تكون محدوده. فاحنا ما نحطش سطور فاضيه عليها زيرو ونخلص الحته على الفاضي. ونفس الكلام في الرساله اللي هيعمل المستشار هيعمل الدكتوراه وهو بيعمل الجدول ما يحطش جدول ما يحطش سطر في زيرو. هوريكم دلوقتي مثال. يبقى عشان اول حاجه فريكونسي ديستريبيوشن تكون كوانتيتيف اداه هنقسمها لايكوال انترفال وتكون اوبن اندد ويكون ما فيهاش اوفرلاب ويكون ما فيهاش زيروز ويكون كمان اعدادهم يتراوح ما بين 5 إلى 7 انترفال. ما تزيدش عن كده عشان تكون انفورمد. لو كانت كتيره قوي لو كانت الانترفال. خلينا نشوف هنا ان ديزاين فريكونسي ديستريبيوشن تيبل فور نيوميريكال داتا سيتبل كلاس باوندريز ار نيدد. يعني هم ايه؟ يعني عدد الانترفال المناسب محتاجين عدد انترفالز مناسب. لو كلاسز كانوا تو سمول هتبقى التيبل ايه؟ هيفي وكلامزي مش هنفهمها. انما ولو كانوا تو لارج هيبقى الانفورميشن لوس. يعني ايه تو سمول وتو لارج؟ تو سمول يعني ايه؟ يعني احط بدل ما احط كده يعني مثلا احط 25 الى 27 وبعدين من 28 الى 30 وبعدين تبقى تو سمول فتبقى الجدول كلامزي مليان سطور. ولو كانت بس ضخمين مثلا قلنا 25 الى اقل من الى 40 و ثانيه يعني لو عملنا مثلا تو انترفال هتبقى المعلومات برضه مش واضحه ومش دقيقه. فلا هي تو سمول ولا هي تو لارج. خلاص؟ هنا بقى بيورينا ايه؟ بصوا فاكرين الجدول الاولاني السبريد شيت اللي قلت لكم بصوا كده قولوا لي فيه كام مين وكام في مين؟ هنا عملوه على شكل فريكونسي تيبل على شكل ده انهي نوع من التيبلز يا دكاتره؟ ده سيمبل تيبل. احنا الان سيمبل شاطر مين الان سيمبل؟ برافو عليك. سيمبل تيبل عشان في 1 فيريبل. دلوقتي هو 218 حاله عملوها على شكل سيمبل تيبل بقى سهله جدا. كام ميل؟ عندنا 11 ميل. كام في ميل؟ 7. لازم نحط البرسنتج زي ما انتم شايفين ونحط التوتال. تمام؟ طيب نيجي على بعد كده ده مش مكان لعب في موبايلات يا دكاتره. خالص. عايز تتفرج على موبايل وتعمل اي حاجه يعني في اماكن اخرى لهذا الدرس. فاهمين؟ طيب حقك عليك. دلوقتي طيب ده تمبل تيبل. ده تمبل تيبل تاني بيوريني ايه؟ بيوريني ايج جروبس متقسمه صح اهي بس هنا في غلطه. مين اكتشف الغلطه؟ في زيرو. ايوه في زيرو. شاطرين جدا. في زيرو فريكونسي يبقى ما ينفعش يبقى التيبل ده عايز يبقى انترفالز ريديستريبيوتد عشان ما يبقاش في زيرو فريكونسي. وزي ما اتفقنا السوتبل هاف 5 و7 انترفالز عشان تبقى ايه؟ تبقى انفورماتيف ومش كلاوز. طيب ده أي نوع من التيبل؟ مش سامعة مش عارفين تقولوا؟ contingency ده سبريد شيت؟ ده contingency تيبل أو كروس تابيليشن. ليه اسمه كروس تابيليشن؟ علشان فيه احنا هنا دلوقتي فاكرين السبريد شيت ده قد إيه من الميل بينكم؟ عرفتوا تجيبوها بسهولة الأول؟ إنما هنا أهو
عنده قد ايه من الميل بلاك هتعرف تقول له ايه؟ 7 نسبة. طيب قد ايه من الفيميل ما نعرفوش؟ 3 فيميل 3 بالظبط كده. ونروح حاطين برسنتجز وده كونتنشن في تيبل ده انفورماتيف وايه بسرعه جدا اقدر احصل منه على المعلومات ويجمع لي الحاجه بطريقه كويسه. طيب عايزين نسال سؤال عشان اقول على التيبل ده كويس. يعني تيبل كويس ايه؟ يعني تيبل واضح وممكن نشره او عرضه في الرساله بتاعتي لازم تتوفر فيه هذه المواصفات. طيب ليه هذه المواصفات مهمه؟ اولا عشان اتعلمها من الجود تيبل لما اجي اعمل رساله الماجستير ورساله الدكتوراه والتيبل بتاعتي وابقى اعلمي ابقى عارف اعمل تيبل صح. تاني حاجه ان ده المواضع مثلا الفيرب اورينتد ده من المواضع اللغه او الشروط يعني مش على طول اللغه ده مواصفات وات ار ذا كرايتيريا اوف جود تيبل. عشان اقول على التيبل كويس لازم تتوفر فيه مواصفات. اول حاجه التيبل لازم يكون له رقم تيبل نمبر كذا. ليه بقى؟ انا لو بكتب في الرساله بتاعتي او في البيبر بتاعتي ادي كان في ان تيبل مش عارفه كان في 25% من الناس عندهم كذا و27% وفي مثلا 5 تيبل اللي بيقرا بقى يقعد يبص انهي تيبل فيهم ده ولا ده ولا ده. لازم اكتب تيبل نمبر نمره 1. يبقى اول حاجه احط رقم للجدول بتاعي. ثاني حاجه لازم في عنوان بيوصف ماذا يحتوي هذا التيبل. يبقى ثاني صفه ان هو يكون له تايتل ديسكرايبنج اتس كونتنتس. التايتل مش لازم يكون قصه يعني التايتل يكون كونسايز تايتل اند ديسكرايبنج اتس كونتنتس. هنا بيقول لي ايه؟ بيرسنت ديستريبيوشن اوف ستاد انديفيديوز اكوردنج تو دايجنوز اوبيسيتي اند دايجنوز كونديشنز. يعني توزيع الناس اكوردنج للايه؟ للسكر والسمنه. يبقى اول صفه لو تيبل نمبر، ثاني صفه لو ايه؟ لو تايتل بيكون فوق. ثالث صفه ان احنا يكون لازم للروز والكولمز يكون لهم عنوان. ادي الرو اهو ده دول دايبتكس دول نان دايبتكس. ما تبقاش بيضه كده واقعد بقى اللي بيقرا يقعد يدور. لازم برضه الكولمز يكون لها عنوان صح؟ عشان ابقى انفورمز. ثالث الصفه اللي بعد كده انه يكون فيه مش بس الرقم. يعني انا دلوقتي لو قلت ايه 68 واحد من الناس الاوبيس كانوا دايبتكس. طيب 68 دول كتير ولا قليل ولا نسبتهم قد ايه؟ عشان ابقى برضه واضحه في كلامي. نسبتهم لازم اجيب البرسنتج يمثلوا 28%. فاعرف برضه ان النسبه 28%. لو انا ما حطيت بس رقم الرقم مش هيبقى مديني انفورميشن كافيه عن المعلومه اللي بدور عليها. ايه كمان؟ المفروض ما يبقاش فيه علامات عشوائيه كتير، الجدول ما يبقاش زحمه. المفروض هنا في 1 ديسيمال بوينت ات شود بي راوندد يقرب الى ماكسيمم 2 ديسيمال بوينتس. ما تبقاش علامات عشوائيه عن ايه؟ عن 2 ديسيمال بوينتس. كمان بيقول لك بقى ايه؟ not everything in the table is mentioned should be mentioned in the text. يعني ايه؟ انا دلوقتي بوصف الجدول ده مش لازم اكتب تحته 20 سطر. انا دلوقتي بدور طبعا حسب البيربس بتاع الريسيرش بتاعي او البيبر بتاعتي. هقول مثلا هنا انا لقيت ان 28 من الناس الاوبيس كانوا دان دايبتكس كانوا دايبتكس. خلاص؟ مش لازم اقول بقى كمان وكمان كانوا 7 و8.5 كانوا دان. يعني اكتب الحاجه اللي بدور عليها. لو حد عايز يعرف معلومات زياده يبص في التيبل. المفروض ان التيبل والتكست، التكست ده اللي هي كتاب. التيبل والتكست ريفير تو ايتش اذر. And not everything mentioned in the table should be mentioned in the text. تمام يا دكاتره؟ لان التيبل ده سيلف اكسبلانتوري. ايوه اتفضل. عندي كمان مره مش لازم كل حاجه مكتوبه في الجدول انا اوصفها تحت. هو الجدول وظيفته ان انا يختصر لي ويعني البيانات بتاعتي ويعرضها لي بشكل ايه؟ كويس. طب انا دلوقتي عايز اعرف عايز اشوف قد ايه من الناس اللي عندهم مرض السمنه كانوا دايبتكس. فهقول ايه؟ هقول والله كان في والله كان في 28% من الناس اللي اوبيس كانوا دايبتكس. الناس اللي عندهم سمنه كانوا دايبتكس. مش لازم بقى اروح قايله كمان وكان في 7.5% من الناس اللي الدايبتكس كانوا نات اوبيس وكان في كذا كذا. انا بكتب المعلومه اللي انا بدور عليها بس. ولو حد عايز يبص فور فيرذر انفورميشن يبص في التيبل هيلاقي المعلومه دي. مش لازم احط تحته سطور كتير. هو وظيفته ان هو يختصر لي وانا بكتب وبوصفه بكتب الفايندنج اللي انا لقيتها البوزيتيف فايندنج الحاجه اللي بدور عليها. ماشي يا دكاتره الكلام واضح؟ طيب ايه كمان من المواصفات؟ ان هو احنا بنبص دايما بيقول لك لما بتبص لتحت كده بيريح العين لوكينج داون. احنا دلوقتي لما نبص ايه نشوف هنا قد ايه من الاوبيس كانوا دايبتكس. بصوا البصه يعني بيقولوا لوكينج down the column is easier than looking across rows. بتكون اسهل لو انا حطيت الايه؟
الفيريبل بتاعك عشان ادور عليها تكون ايه اكروس كولد، تكون اريح للعين. يلا نشوف المواصفات دي تاني، نرجعها كده. اول حاجه تيبل نمبر، تاني حاجه تايتل ديسكرايب كونتنتس، ثالث حاجه ما قلتهاش سوتبل نمبر اوف روز، السطور بتاعته ما تزيدش عن 12، من 4 ل 12 دول كويسين. وعايزين برضو افويد روز وزيرو فريكونسيز. برضو الجورنرز بتشترط مساحات معينه، فاحنا ما نحطش تيبل مسحوب قوي فيه اكتر من 12. طب ما هل معنى كده الجورنرز كلها البيبرز كلها ما فيهاش؟ لا، في بيبرز منشوره وكل حاجه وفيها روز كتير، بس مش كده، مش تابع للمواصفات. يعني لو الجورنر ماشي بالمواصفات دقيقه هيرجع لك البيبر تاني يقول لك ظبط لي الروز ورجعهالي بالايديا بالستاندرد بتاعي. لازم يكون في تايتل فور ايتش كول اوف ذا روز، لازم يكون في توتال. شايفين هنا الثانيه واحده، هنا في توتال، يعني انا جبت دول الدايبيتكس دول انا جبت التوتال نمبر اهو، ويكون برضه في برسنتات بتتجمعها تحت اهو اكروس كول. في ايه كمان؟ لازم يكون في مينينج فول برسنت فور ايتش كول اور رو. ميك شور ذات التيبل اتاكس ريفير تو ايتش اذر، يعني انا بتكلم اقول مثلا زي ما احنا شايفين في التيبل رقم واحد انا لقيت كذا وكذا وكذا. Not everything displayed in the table should be mentioned in the text. عايزين بيقول looking across down columns is easier than across rows. بعد كده احنا هنعمل rounding لواحده او اثنين علامات عشريه. يلا يا دكاتره قبل ما ندخل على الجراف نجرب كده. احنا عندكم في النوت دي في السبريد شيت، افتحوا لو سمحتوا السبريد شيت اللي في النوت. بار شارت. فاحنا دلوقتي اول طلب يعني اول حاجه تبقى ريكوايرد في الاساين ديزاين ا فريكونسي تيبل او كونستراكت ا فريكونسي تيبل. عايزين دلوقتي نجرب واحنا قاعدين بيلد على اللي احنا قلناه دلوقتي. احنا التيبل قلنا لازم يكون له عنوان، لازم يكون في الفريكونسي ده يكون فيها خانه فيها نمبر وخانه فيها برسنتج. هوريكم واحده الاول وبعدين اخلي اثنين منكم يطلعوا يعملوا فريكونسي تيبل عشان لما نيجي نعمل الاساين بتاعنا كل واحد يبقى قادر يعمل فريكونسي تيبل من غير ما يقعد يدور على اثنين وعنوان او ينقلوا ينقلوا غلط وتبقى في مشكله. وهحكي لكم المشاكل اللي بشوفها عشان ما تحصلش ابدا. دلوقتي لو انا دلوقتي عايزه اعمل فريكونسي تيبل بيوريني قد ايه من الايه مثلا الايتش على شكل فريكونسي تيبل، الفاكس على شكل فريكونسي تيبل. هنعمله ازاي؟ ادي فريكونسي تيبل، هروح من الرسمه تيبل هنا. هدي نحط العنوان هنا احط مش ايدج يا رب ساكت ديستريبيوشن، حطيت هنا الساكت. احنا عندنا كام ميل هنا؟ ادي 1 2 3 4 5 خلاص؟ هروح حاطه هنا ميل 5 وهم 10 توتال، فهي في ميل 5 وهحط الايه؟ هنا نمبر وهنا برسنتج. يبقى 5 من 10 هياخد كام في المية؟ 50%. سهل ولا مش سهل؟ فريكونسي تيبل مجرد هحط خانة الفاريبل اللي انا بدور عليه في الخانة الأولى، وبعد كده هحط بقى الرو الأولاني الفاريبل الأولاني والرو الثاني الفاريبل. مين فيكم دلوقتي زي الشاطر أو الشاطرة يطلع يورينا يعمل لنا فريكونسي تيبل للديزيز سيفيرتي؟ ديزيز سيفيرتي اهي عندنا مايلد ومودريت وسيفير. مايلد يعني بسيط، ومودريت يعني نص نص وسيفير. عايزين نعمل فريكونسي تيبل للستادي بوبيليشن باي ديزيز سيفيرتي. يلا محدش يخاف على فكره، لو في حاجه غلط هنصلحها. مين رفع ايده؟ محدش؟ يلا تعالى.
احنا دلوقتي بنعمل frequency distribution according to the disease severity. شايفين اول حاجه بيعمل ايه؟ ما فيش شيفت بالتايتل عشان هو يعني بيعمل جود كده. كاتب التايتل، برافو عليك يا محمد. دي سيفيرتي. هنكتب بقى ايه؟ جميل جدا، شكرا يا محمد. شفتوا احنا عملنا ايه؟ عملنا اول حاجه البص هنقول هقول فريكونسي. محمد بص هنكتب في العنوان هنا فريكونسي ديستريبيوشن اكوردنج تو ديستريبيوشن. وبعد كده ادي حط مايلد ومودريت كبير، عد كام من الناس مايلد عندهم مايلد ديزيز؟ كانوا اربعه. قد ايه عندهم مودريت من السبريد شيت الاولاني؟ كانوا ثلاثه. وقد ايه كتير؟ كانوا ثلاثه. وراح جايب البرسنت بتاعك وادي ايه؟ ادي الفريكونسي سهلة ولا مش سهلة؟ طب يلا نعمل كمان واحدة بالايه؟ اربا نقول يلا مثلا اربا نقول اربا يعني مدن عايش في مدينة، ونورا يعني عايش في قرية. يلا نشوف فريكونسي يوشن اكوردنج تو ذا ريزنت. مين يحب يطلع يعملها؟ اتفضل. هقول لكم بعض الحاجات اللي انا بشوفها وبزعلني جدا.
هو المطلوب في الاساينمنت ايه؟ انا مش هطلبه لسه منكم، انا بس عايز تاخدوا فكره عنه، والمره الجايه هقول لكم اعملوه وسلموه ازاي. الاساينمنت ده هيطلب، بيقول لك اول هم 10 حالات، اول حاله هتحط اسمك، وبعد كده هتحط 9 من زمايلك ميلز وفيميلز. خلاص؟ وبعدين يقول لك هات لي بقى مثلا ايه، هات لي البارامترز، هات لي مثلا مين وميديان وكذا، وارسم لي جراف على كذا، وارسم لي فريكونسي تيبل على كذا. بيحصل ايه بقى زمايله؟ يروح حد من الناس يبدا يشتغل في الاساينمنت، يكتب اسمه واسم 10 من زمايله. مثلا هو كتب 9 ميلز وواحده فيميل، خلاص؟ دي يشتغل لقى نفسه ايه؟ هو نفسه اشتغل، اما نقلها بقى من زميله وخلاص. يروح جاي زميله حاطط 7 فيميلز و3 ميلز، يروح راسم لي بقى في الفايل 30% و70%. يا جماعه طب ده انت حاطط 1 و9، ازاي تعملي كده؟ يجي بقى على الاكزام جريد، هو حاطط زميله حاطط مثلا 8 اكسلنت و2 فير، يروح هو وهو حاطط فيري جود، الاقي حاطط لي حاجه ثانيه خالص غير اللي هو حاطط سبريد شيت شكل والفريكونسي تيبل والرسمات شكل. طبعا ده هو فاكر ان انا باخد الاسايمنت وبكتب الاسم وبكتب، لا طبعا في ناس الاسايمنت بتاخد 4 وبتاخد 3 من 10، وصعبه جدا. It takes only يعني في مومنت تركز وسهله جدا، مش محتاج تنقل من حد خالص، الموضوع بسيط. ماشي يا دكاتره؟ مش بحب اشوف المناطق دي ابدا، الاقي 3 في ميلز و7 ميلز، والاقي حاطط لي الباي 50 و50. طب ليه بس كده؟ طبعا بقى يعني انا برقص صح؟ انا بعرفه من الاول حته بحته من الافلام اللي انتوا بتعملها سوا، عشان عايزه كل واحد منكم يجيب 10 بحقها. طيب نيجي على بعد كده، في اي سؤال؟ في اي سؤال على الحته دي؟ ندخل على الجراف. عرفنا الكريتيريا او الجود تيبل كويس؟ سهلين؟ نيجي على الجراف. عارفين يا دكاتره المقوله اللي بتقول لنا ان صوره احسن، صوره واحده احسن من 1000 كلمه؟ جراف، وان جراف بيقول لك ايه؟ وان بيكتشر از مور فاليبل ذان 1000 وورد. ليه؟ باختصار مختصر وكونتاج وجميل جدا، ابص بيها اخد امبريشن على حاجه بدل ما اقعد اقرا كتير قوي. وكل الناس بتتكلم ليه؟ او يعني معظم الناس. هو احسن من يعني Graphs are more capable of gaining attention, stressing a certain phenomenon and giving a quick idea about the general situation. لما ابص على الجراف تديني فكره عن الوضع احسن من ان انا اقرا كتير قوي. Graphs are not substitutes for tables، هم مش بدائل للجدول، ولكن كل واحد له استخدامه. Graphs should be self-explained، يعني ايه self-explained؟ يعني انا لما ابص على الجراف لازم افهم الجراف ده بيقول ايه. هفهم كويس جدا وهبص عليه هعرف هو يقصد ايه من غير ما اقعد اقرا التاكس. طيب زي ما اتفقنا، زي ما كان في بارامترز للكواليتيتيف داتا وبارامترز للكوانتيتيف داتا، برضه الجراف في جراف للكوانتيتيف داتا وجراف للكواليتيتيف داتا. خلينا نبدا باول حاجه اللي هي الجراف بتاعت الكواليتيتيف داتا. عندنا نوعين من الجراف، حاجه اسمها باي تشارت، حاجه اسمها بار تشارت، بس النوعين. ايه هما النوعين دول؟ نبدا اول حاجه بالباي تشارت. الباي تشارت دي عباره عن بتعتمد على ايه؟ على معلومه خدناها زمان ايام المدرسه. فاكرين في المدرسه كانوا بيقولوا لنا ايه؟ بيقولوا لنا مجموع الزوايا حول نقطه كام؟ 360 درجه. فاكرين المعلومه دي؟ ادي بنستخدمها في عمل دلوقتي. حضراتكم حد منكم راح او كذا حد راح يعمل ريسيرش على مثلا معدل انتشار تسوس الاسنان في مدرسه من المدارس او في شرق القاهره او كده. فراح المدرسه شاف لقى ان نسبه انتشار تسوس الاسنان في اطفال المدرسه دي 20%، وعايز يمثل الحاجه دي على شكل باي تشارت. هيقول ايه؟ والله انا عندي ال 360 هم ال 100%، صح؟ مش دي معلومه بتاعتنا بتاعت زمان؟ طيب امال 20% وكام؟ يروح ايه؟ يعمل عمليه حسابيه بسيطه جدا اللي هي ايه؟ الكروس مالتيبليكيشن او المقص. يعني يضرب 320 في 20 على 100 يطلع 72. 72 دي بتوريني ايه؟ الدرجه. يروح حاطط نقطه كده ويروح جايب المنقله، فاكرين المنقله بتاعت زمان؟ ويروح راسم 72 درجه وعامل ايه؟ وحاطط. يقول لك ايه؟ دي البرسنت ديستريبيوشن او بريفلنس. بريفلنس يعني معدل الانتشار. بريفلنس اوف دنتال كيرز امونج سكول تشيلدرن في المدرسه الفلانيه. ويروح راسم. سهله؟ الباي عشان تبقى مرسومه صح في بعض المواصفات اللي لازم تتحقق. اول حاجه، طب قبل ما نشوف ايه رايكم بنفهم ايه من الباي دي؟
مين يقول لي كومنت عليها؟ مش سامع اي حاجه. مين عايز يقول؟ علي صوتك ده يا فندم بالظبط قد ايه؟ لا الامبريشن اللي انا بص في الباي اقول والله احنا عندنا 26% ديفلوبد كانتريز دول ناميه وعندنا 77 ديفلوبد كانتريز. تدينا كويك امبريشن عن الحاجه اللي احنا عايزين ندور عليها. طيب الباي عشان تبقى صح اول حاجه هي عباره عن دائره مقسمه الى اجزاء اكوردنج للايه؟ للبرسنتجز بتاعت الفاريبل اللي بدور عليها. We should use percentages corresponding to each category. ما ينفعش احط رقم، لازم احط في البار برسنتج. ما ينفعش في الباي، البار ممكن نحط فيه، البار اللي هناخده بعد كده ممكن نحط فيه يا اما ارقام يا اما برسنتج، انما الباي لازم نحط برسنتجز. طيب الصفه الثانيه مهمه جدا انها لازم تكمل 100%. ما ينفعش اقل من الريجل، يعني هنا 20% دول اللي عندهم دنتال كيرس ودي 80%، لازم تكمل تقفل 100%. ولازم الايديا بتاعها there should be no more than 6 sectors in a given pie chart، ما ينفعش يبقى فيها اكثر من 6 sectors، ليه؟ هتبقى crowded قوي. طب يلا نبص كده على على الباي دي كده. دي فيها قد ايه sectors؟ فيها كتير قوي صح؟ المفروض لما يبقى يعني مور ذان 6 سيكتورز تجمع الحاجات الصغيره مع بعضها واخد ادرس بحيث انها تبقى 6 بس. طب يلا نبص كده في الباي دي بيقول لك هنا ايه؟ بيقول لك كاونسل سبيندنج الى يين، ايه اكتر حاجه حصل لها صرفوا عليها سبيندنج دي؟ بالظبط كده ما هي ادرس كوميونتي كده. طيب عايزين دلوقتي نراجع الباي مواصفات الباي. اول حاجه ان هي بتكون بتستخدم percentages not numbers يكون sectors less than or equal to 6 when sum needs to be 100% وتعتمد ان ال 100% اللي هي 360 درجه. خلينا دلوقتي نجرب هنا نرسم باي according to the اختاروا ايه smoking test. يلا عايزين حد كده يطلع يرسم لنا باي بتورينا قد ايه المدخنين وقد ايه المدخنين عشان برضه ده يبقى assignment هنطلب منه. مين يحب يطلع؟ من الجدول ده من السبريد شيت. السبريد شيت بيدينا معلومات هنمثلها على شكل فاضي. المجموعة الأولى كان بيبقى ناس كتير قوي رافعين إيديهم، ليه مش بتطبقوا؟ ما عليهاش درجات على فكرة. اللي يعمل غلط مش هيطلع حاجة. يلا يا دكتور. نسيت اقول لكم حاجه، الجدول ده العنوان بيكون فوق انما الجراف العنوان بيكون تحت. دايما لو بتعمل رساله كده تروح تسلمها للمشرف بتاعك يقول لك ايه انت ليه حاطط العنوان بتاع الحاجه الجراف فوق، العنوان بتاع الجراف تحت، العنوان التيبل فوق. يعني تقريبا طبعا اللي معاه مقاله يرسم مقاله بس اللي من غير مقاله برضه هيبقى انا مش همسك مقاله
الانس وراه بس تعملوا حاجه ميكنج سنس، ما تبقاش 40 وراه عامل لي زاويه منفرجه وزاويه يعني نظبط كده الامور بالظبط كده. ايوه شوفوا اجمل حاجه ايه ان انت تبقى البرسنتج ادي الباي اتمنى ندى 40% من السموكرز و40% من الباقيين لازم نشوفها من كل اسم ايه. دروس ايه دروس بقى طيب دلوقتي اهو ونكتب التايتل بتاعها تحتها نقول ايه سموكينج مثلا سموكينج بريفلنت among the study population. لما بتكتبه لما بتكتبه تحت العنوان تحت الجراف العنوان بتاعه وفوق التابل العنوان بتاعه حس ان انتوا فهمتوا وحس ان انت بتاخد ال10 كده وايه وانا مرتاح فيها ال10 كده وانا مرتاح فيها. لما بكتبش العنوان بقول له فين التايتل ها بقى مش مبسوط. ولو يعني لو يبقى حلو قوي عامل كويس قوي كل حاجه بديله ال10 برضه بس بيبقى ناقص انه كتب ماشي يعني كانت تعمل كل حاجه بيبقى. طيب تحبوا نعمل كمان فايف كمان يلا نعمل فاي باي ايه ولا خلاص فهمتوا بقى؟ طيب خلينا نبص على الوقت لان 10 دقايق. طيب خليني مش خليني في ال 10 دقايق عشان نبقى قلنا زي دلوقتي الاساينمنت انا ما قلتش ابداوا اعملوها بس انتوا ممكن تبداوا تفكروا فيها تعملوها ازاي. هنعمل ايه؟ افتحوا اخر صفحتين انا ولسه ما طلبتهاش بس احنا المره دي المره الجايه اقول لكم ايه المطلوب عشان بعد كده لما تسلموها هتسلم بالنظام. زي ما انتم شايفين الجدول الاولاني هيكون على شكل سبريد شيت. سبريد شيت اللي انا بجمع بيه الداتا هتكتب اسمك اول اسم وبعد كده هنحط بقى الاسامي ونجمع الداتا على ايه؟ على زمايلنا تسعه من زمايلنا. لازم يكون في ميل وفي ميل لازم يكون في ميل وميل خلاص؟ هنعمل ايه بعد كده؟ مطلوب اول حاجه ان ايه؟ مختارين فاليبل واحد ان هو الايدج هنكتب له البارامترز. بعد كده هيطلب فريكونسي تابل على الاكزام ريزلت وهيطلب باي على حاجه وبار على حاجه. انا ما طلبتش نعمله دلوقتي بس عايزين جاهزين نعمله ازاي. طيب ايه اللي انا هعمله دلوقتي اطلبه منكم؟ ممكن تسمعوني طيب تطول كلام عشان الاساينمنت ده مهم وعليه 10 درجات. اللي هيحصل ان انا عايز استلمه منكم بنظام يعني المره الجايه واقول خلاص الاساينمنت دول المره الجايه هتسلموه ازاي عشان احفظ حقك واحفظ حقي انا كمان. حقك ازاي؟ انك الاساينمنت لما تسلمه هتمضي تمضي جنب الاسم عشان ما حدش يقول لي انا سلمت الاساينمنت وضاع خلاص. واحفظ برضه حق ان ما حدش ما سلمنيش ويقول لي انا سلمت. فتسليم الاساينمنت ده خلال السنين اللي فاتت لما بتيجي مواصلات كده بتبقى ايه؟ بتبقى عامله عارفين المواصلات لما يكون الناس واقفين يعني مستنيين بقى لهم ساعه والمايك باص جه كده الناس بتلاقي هجوم بقى. انا مش عايزه كده. هنسلمه بشكل منظم هقول لكم مثلا سكشن واحد واثنين وثلاثه هيجيبوا لي في الوقت الفلاني ونسلمه بالراحه وبلاش وتلاقي ناس بتدق بعض وعلى مين بقى يا جماعه مش كده كله هيسلم وكله هيصحح وكله هيرجع لكم. فاحنا عايزين هنمشي بطريقه السيفلايز انتوا دكاتره يعني فاحنا ايه هنستنى هقول لكم المره الجايه ان شاء الله السيستم هيسلم ازاي هيجهز. بس انا عايزاكم كده تبصوا عليه بصه عامه ما قلتلكوش ابداوا اعملوه عشان لو حد عنده سؤال يسالني المره الجايه هنكمل باقي الجراف وهنكمل شرح الاسايمنت بحيث انه يسلم لنا عادي. وكمان عايزاكم لو حد كان عنده مشكله في المتر قول لي السؤال اللي كان صعب عليه او حاجه هنكمل فيه المره الجايه. كده هنخلص بقى الدرس هنتمرن على الاسايمنت وهقول لكم مين اللي هياخده وهيجيبوا لي اسئله على ايه؟ على درجات المتر. ايوه انا بشوف انا كنت هقول درجات الكويز والمتر انا لسه بصحح لان انا بصحح لوحدي ما معيش معيدين ولا اي حد.